الزمالك كسب اول ماتش في دوري المجموعات بابطال افريقيا، هل دي خطوه اوليه لاستعاده اللقب المفقود؟ طبعا في جزء معنوي، جزء معنوي ان هو اللعيبه لسه بعد يعتبر الدوري خلاص انتهى بالنسبه لنا، ان في بدايه بطوله افريقيا، بطوله كبيره جدا، والنهارده الستارت، فالحمد لله الستارت كان قد الحدث، بيرفع الروح المعنويه، هيأثر كمان في الاداء اللعيبه، فكان مهم جدا ان اول مباراه تكسبها بفريق انا شايف ان هو فريق كويس، فريق مجتهد، بيبقى عنده ان شاء الله لو مباراه اللي هتلعب بتاعت ليبيا في طرابلس دي مباراه طبعا هتبقى كويسه جدا، قال طرابلس لو قدر يكسبها يبقى 6 بونت، يبقى بنسبه كبيره صعد. احنا خدنا دوري وخدنا السنين اللي فاتت دي، عوضنا موضوع الدوري وموضوع الكاس، ربنا يكرمنا بقى بموضوع كاس افريقيا باذن الله، وبعد كده كاس العالم للانديه. مدرب جديد اداء مختلف، شايف ايناس ازاي؟ شايفه انه عنده خامات على مستوى عالي، لعيبه جدا، جات له فرصه كبيره زي مستر فييرا، قدرنا نكون له فرقه محترمه، هو دلوقتي مكون فريق كبير بس النجوم فيه اكتر في اكتر من مركز، مهم جدا يكون في مدرب اجنبي ذو شخصيه يقدر يعني يروض هذه النجوم ويقدر يستفيد منها باكبر استفاده ممكنه، وانا شايف ان هو بدا حظه ان زي مستر فييرا لما جه كان الدوري واقف عشان موضوع احداث الدفاع الجوي، جه على اساس ان بطوله الدوري ما لهاش قيمه بالنسبه له، فالماتشات اللي اتلعبت بصفه رسميه دي قدر تحطه على الوضع الطبيعي بالنسبه له، على هذا الاساس استقر بنسبه كبيره على الفريق.